مرحبا وأهلا وسهلا بالجميع، معكم حياة من حياة هوم كوكينج. إن شاء الله تكونوا كلكم بألف خير وصحة وسلام. وصفتي اليوم هي معمول بجوز بتمر وفستق حلبي. الأعياد جاية ولازم نحضر المعمول. إن شاء الله كل سنة وإنتوا بألف خير. رح أشتغل بالمعمول بتنقيش على الإيد وبالقوالب، فعنا كذا موديل رح يطلع. نتيجة عم تطلع قدامكم. الكمية اللي عم بتشوفوها هي نتيجة 3 كيلو سميد، حجمهم بين صغير وسط وكبير. رح أعمل 3 كيلو، رح أقسمهم. هيدا 2 كيلو سميدة ناعمة أو طحين فرخة، وكيلو سميدة عادية. أكيد أنتو فيكن مثلا تغيروا، تحطوا الكيلو ونص بكيلو ونص، أو تكتروا السميدة العادية أكتر من طحين فرخة. مهم يكون الوزن يلي أنا هلأ رح أعطي العيارات عليه 3 كيلو. بما انه عندي 3 كيلو سميد، فاذا بدي نص الكميه مواد دهنيه. هالسنه خلطت بين سمنه وزبده، دوبتهم على النار من دون ما يغلوا، من دون ما اكيد نسخنهم كتير، مجرد تدويب على نار خفيفه بس ما دابوا منيح. حطيتهم فوق السميد وعم بخلطهم مثل ما شايفين. بهالمرحله بنقرر اذا بدنا نحط سكر بالعجينه او لا. انا بفضل ينحط سكر، كميه صغيره مش كتيرة ابدا، هالكميه بين نص كوب وثلاث ارباع الكوب احسن، لانه في ناس ما بحبوا يرشوا سكر بودره على وجه المعمول بالاخر، يعني هالشي كمان بطيبها للمعموله. من بعد ما خلطت السمنه والزبده، ممنوع العجن، بدنا نفرك فرق مثل ما شايفين. كل الوقت بنشتغل بهالشكل حتى يمتزجوا كتير منيح، والسميده تتشرب السمنه والزبده. هالشغل هيدا لازم ينعمل قبل بليل، يعني هلأ عندي الساعة 8 بالليل عم بشتغلون، عم بنقعون، ضلني أفرك بهالشكل حتى يصيروا مثل رمل البحر. بس ما صاروا هيك تشربوا، بغطيهم وبتركهم لتاني يوم. صرنا تاني يوم وبدنا نشوف شو بدنا نحط بقلب السميد. بدي أوضع 3 ملاقع صغار خميرة، ربع ملعقة صغيرة محلب، باكيت مستكة بدي دقها مع شوية سكر لتصير ناعمة كتير. عندي قنينة مظاهر طلعت 3 كوب، بس أنا رح أحتاج أكتر، ممكن أحتاج لأربع كوب حسب أنا وعم بعجن بقدر أعرف الكمية. ما بنقدر نقول مثلا 4 كوب يعني 4 كوب، يمكن اقل شوي يمكن اكثر شوي، لانه كل سميده غير عن التاني. فاذا هاي القنينه طلعت عندي 3 كوب. كمان ما ننسى رشة الملح. نوضع كل اللي ذكرتهم هلا فوق السميد. كمان رح اوضع لكل كيلو ملعقة كبيرة حليب باودر، حليب يكون نوعيته جيدة طيبة. وبلش نزل المظاهر شوي شوي، ومنصير نفرك السميد بالمظاهر. ما بنوضع ابدا مي كل الوقت، كل ما بنحتاج مواد سائلة بنحط مظاهر. فيكن تشكلوا بين مظاهر وموارد، بس أنا بحط بس مظاهر. ضلني أفركن، وكل ما لقيتن نشفوا بزيد شوية مظاهر. من بعد دقايق خلصوا 3 كوب مظاهر. شوفوا العجينة كيف مسكت على بعضها. ضلني أشتغل بنفس الطريقة كل الوقت، ممنوع أبدا إنه نعجن. بعدني عم لاقي إنه بدها مظاهر، فإذا رح بلش أوضع هلأ زيادة عن 3 كوب. وضعت ملقعتين كبار وعم بفرك. هالشغل بده وقته أكيد، أنا ما عم بحط كل المشاهد لأنه بصير الفيديو كتير طويل. عم بحط بس الأشياء المهمة. هلأ عم برجع بشوف من بعد ما فركت كذا وقت، عم شوف منيحة بس كمان بتحمل بعد شوية مظاهر. كمان نزلت ملقعتين كبار. دايما لازم نوضع المظاهر بطريقة اخر شي شوي شوي، ما نحط دفعة واحدة احسن. هلأ عم جرب، بس ما تلاقوا انه العجينة صارت عم تتشكل معكن بطريقة سهلة وناعمة شكلها، خلص بوقف غطيها بتركها ترتاح حوالي الساعة. وهي وعم ترتاح منحضر الحشوات. رح نبدأ بالتمر. عندي كيلو من التمر مع البذور، رح شيل البذر وارجع اوزنهم لشوف قديه رح يطلع وزنهم من دون البذر. طلع وزنهم 918 جرام، يعني كتير منيح انه وزن البذر طلع مش كتير. اهم شي بالتمر تكون نوعيته جيدة حتى يطلع المعمول طيب. رح نكه التمر بملقتين كبار زبدة، ملقة كبيرة زيت نباتي، ملقة صغيرة مليانة قرفة،
وشوية جوز الطيب. القرفة والجوز الطيب على الذوق، فيكن تزيدوا فيكن تنقصوا كيف انتو بتحبوا. بخلطهم كتير منيح حتى ينعموا. فيكن تستعملوا المكنة الكهربائية إذا بتتعبوا من هالموضوع، بس ما يمتزجوا كتير منيح وينعموا، يصيروا هيك عجينة بهالشكل. أنا بفضل اشتغل بالتمر هيك، ما أجيب تمر مطحون، بحس إنه طعمته هيدا التمر أطيب. بعدين هيدا ذوق، أنتو بتستعملوا التمر يلي معودين عليه وبتحبوا. هيدي عجينة التمر صارت جاهزة حتى نعملها كريات صغيرة على قد حجم القرص اللي أنتو بدكن تشكلوا. تقريبا حجم الكرة 10 جرامات. رح أعملهم هيك مثل ما عم بتشوفوا، خلصهم وحضرهم لحتى لما شكل القرص بتكون سهل كتير إنه اختارها وضعها بقلب القرص. هيدي هي كل كمية 918 جرام. رح انتقل لحشوة الجوز. عندي 0.5 كيلو جوز، أكيد بدنا نتأكد إنه ما فيهم قشر، 3/4 كوب سكر، 3 ملاعق كبار ما زهر، ملعقة صغيرة قرفة، وربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب. القرفة والجوزة الطيب على الذوق، بس بيعطوا نكهة كتير طيبة لمعمولة بجوز. بطحن الجوز، ما بنعمه كتير على الآخر، بترك شوي فيه هيك خشونة مثل ما شايفين. نزلهم بالجاط، عم نزل الجوز على الآخر، بوضع السكر فوقهم، المزهر، القرفة وجوزة الطيب. رجعت قررت حط بالحشوات موارد، حطيت ملعقة كبيرة موارد، تعطي كمان نكهة كتير طيبة بالجوز. خلطتهم وهيك بكون خلصت حشوة الجوز. مقادير فستق حلبي هي زيتها 0.5 كيلو فستق حلبي، بنتأكد انه من دون قشر. نفس مقادير السكر 3/4 كوب، 3 ملاعق كبار ما زهر، ملعقة كبيرة موارد، بس هون ما بنحط لا قرفة ولا جوزة الطيب، بس هالمكونين. نطحنهم، نزلهم بالجاط مع السكر والمزهر والموارد وبنخلطهم، وهيك بتكون خلصت حشوة الفستق الحلبي. وأخيرا وصلنا لأحلى مرحلة، جهزنا كل شيء وهلأ بدنا نبلش نشكل المعمول اللي هي بالنسبة إلي أحلى وأجمل مرحلة، يعني بتسلي. رح أعمل إشياء منقشة على الإيد، ورح أعمل إشياء بالقالب رح تشوفون وما بدون أي تفسير. بس قبل رح أفرك عن جديد العجينة، حركها شوي لأنه صار لها شي ساعة ونص قاعدة هيك بتكون رصت على بعضها. فرفدهم شوي وبلش بتشكيل المعمول. رح أبدأ بتشكيل قرص التمر مثل ما عم بتشوفوا، ما بده أي تفسير. هيدا رح نقشو على الإيد. هيدا أول قرص نقشته، طلع كتير مهضوم. أكيد أنتو فيكن تخترعوا كتير أشياء على ذوقكن، تتفننوا مثل ما أنتو بتحبوا. عم بعمل قرص بس القالب كتير كبير، بس نقشته كتير بحبه. لاحظوا كيف ما خليته يعبي على كل القالب بالعرض، خليته يكون رقيق، طلع كتير مهضوم. لحتى تطلع الرسمة واضحة على القرص لازم نكبس مثل ما عم بتشوفوا حتى تعلم مظبوط الرسمة على القرص. هاي دول هن 3 أشكال للقراص بتمر اللي عملتهم. خلصت التمر رح انتقل للجوز، كمان نقشت عايدي وعملت على القالب. رح بلش بالقالب، شوفوا كيف رح نعمله. من الأفضل إنه نعمل بهالشكل مثل قراص الكبة، هيك بتسهل علينا نوضع حشوة الجوز ونسكرها بسهولة من دون أي عذاب.
كمان بدي كبس كتير منيح حتى تعلم الرسمة. قوالب اللي عم بستعملهم هيدول خشب. رح أعمل قرص بجوز هلأ وانقشه على إيدي على شكل وردة. وهيدي النتيجة شي كتير حلو. خلصت كل كمية الجوز، انتقلت للفستق الحلبي. عادة الفستق الحلبي المعمولة بتكون جاي موديلة بالطول. رح أعمل نقشة بالطول يعني حتى يتفرقوا. هيك عادة عنا بلبنان، ما بعرف بغير مطارح، بنعمل الجوز مدور والفستق حلبي بالطول. هيدا أجمل قرص فستق حلبي على شكل ورق الشجر. هيدا شكلهم بالقالب. كمان عملت راس صغيرة بجوز. هيدي هي كل كمية 3 كيلو سميد. عم فرجيكم كل الكمية. صرت جاهزة انه اضعهم بالفرن. الفرن بده يكون محمى مسبقا ل 200 درجة سلسيوس. ما بياخدوا وقت، كل صينية بدها حوالي ربع ساعة او حسب الفرن عندكم، حتى هيك يصير لونهم على اشقر خفيف يعني. إذا حبيتوا هالفيديو ما تنسوني باللايك شير وسبسكرايب، وما تنسوا تفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد من حياة هوم كوكينج. بلشت الخبز. وضعت أول صينية اللي هي بالتمر. ثواني رح تشوفوا النتيجة، رائعة جدا جدا يعني. دغري بلشت روايح المعمول تلت البيت. صينية ورا صينية ما بياخدوا وقت، دغري بيطلعوا دغري بيخلصوا. بس خلوا عينكن عليهم، ما تتركون أبدا. عايروا 10 دقايق وشوفوا النتيجة. إذا بدهم شوي زيادة بعد بتزيدوا كم دقيقة كمان حسب الفرن عندكن. لازم لونهم يكون بهالشكل، ننتبه إنه ما يزيد لونهم عن هالشكل. هيدي معمولة فستق حلبي، نقشتها على ايدي بس ما قدرت صورتها. طلعوا بهالشكل مجدلين كتير حلوين. اكيد الشغل بالمعمول كتير حلو وكتير ممتع، بالاخص اذا في تنقيش على الايد بتطلع كل معمولة غير عن التاني. بتحسوها هيك شغل يدوي يعني، هالشغل ما بحياتنا رح نلاقيه بالسوق او جاهز ابدا غير البيت ما في. هلا بالعاده انه بس ما يطلعوا سخنين من الفرن لازم دغري نرشهم بالسكر البودره. مثل ما عم تشوفوا هن وسخنين بيتشربوا هالسكر. ولما بدنا نقدمهم لضيوفنا بنسالهم بتحبوا سكر عليهم ولا لا. ساعتها يا منزيد سكر يا مثل ما بحب الضيف او العائله بنعمل. شو رايكم بهالمعمولة الفستق الحلبي؟ شكلها مجدل تجديل، بس مش قادره ادوق لانه بعدها كتير سخنه. بردوا كتير منيح. زينت جات صغير وحطيته على الطاولة. هيك منحس انه العيد قرب. بعد كم يوم بدنا ندوق المعمول. يعني شغل المعمول بالبيت قبل العيد بتحسوه هيك بركة، والريحة بالبيت بتحسوا العيد جاي. فان شاء الله هالبركة تعم على كل البيوت وما حدا ينقطع من المعمول وما حدا ما يقدر يعمل معمول. لو كيلو بالبيت بتحسوها بركة، بتفرحوا فيها أولادكم وبتحسوا ببهجة العيد وفرحة العيد. فإن شاء الله يعمل خير على الجميع ويفرجها على الكل.
حبيت حط بصحن تشكيلة معمول هيك من ضيف، ودي فرجيكن بس قرصة تمر من جوا وكيف عم بفت. هيدا فستق الحلبي من جوا، هيدا الجوز، حبيت فرجيكم كل صنف من جوا الحشوة نفس الوقت العجينة كيف كلها عم بتفتفت. هيدي الصغيرة لاحظوا كتير مهضومة طلعت، هيك لقمة مثل ما بيقولوا، إذا حدا مش حابب قرص كبير بياخد لقمة. هيدي فستق الحلبي، شوفوا الحشوة بقلبها كيف عم بتفت كمان نفس الشي. بتمنى تكونوا استمتعتوا بالمشاهدة واستفدتوا بلو بفكرة صغيرة مختلفة عن اللي بتعرفوا. كل سنة وانتوا بألف خير وفصح مجيد للجميع. بشكركم كتير على المشاهدة وبشوفكم بفيديو جديد قريبا جدا. باي باي.